السلام عليكم أبناءنا الكرام، طلاب الصف الثاني عشر. نواصل درسنا كتابة مقال نقدي لنص سردي في جزئه الثاني، تحليل قصة. أبناءنا الكرام، يتوقع منا في نهاية الدرس أن نكون قادرين على أن نتعرف طريقة تحليل نص سردي من خلال نموذج تطبيقي، وأن نكتب تحليلاً نقدياً لقصة المجامل بصورة وافية. أبنائي، في الجزء الأول من كتابة مقال نقدي، تعرفنا مفهوم المقال النقدي وعناصر القصة الرئيسة وعناصر المقال النقدي ومكوناته البنائية. والسؤال الآن، ما عناصر القصة؟ لعلنا ندرك أن عناصر القصة الحبكة والشخصيات والأحداث والبيئة والصراع وأساليب السرد واللغة والأسلوب. والآن أبناءنا الكرام، مع التحليل النقدي لقصة بعنوان طائرة من ورق. ولدي، اقرأ القصة قراءة واعية هادئة، مستمتعا بجمال اللغة والسرد، كي ننتقل إلى مرحلة التحليل الشامل لجوانب هذه القصة. بعد قراءتنا الواعية، علينا الآن أن نغوص في القصة من خلال عناصر تحليلها، بدءاً عندنا المقدمة، والمقدمة فقرة قصيرة تهيئ ذهن القارئ للمقال وتعرفه بالنوع السردي. عندنا قصة قصيرة وتعرفه كذلك بالكاتب، كاتب عراقي كريم محمود، وعندنا كذلك العنوان طائرة من ورق. ولعلنا نلحظ هنا أن للعنوان دلالة، فالعنوان هنا يعج بذكريات طفولته البريئة، ويبدأ بكلمة طائرة التي يأتي بعدها جار ومجرور من ورق لكي يخصصها ويخبرنا أنها طائرة ورقية ليس غير، ليستدعي صورة الطفولة اللاهثة وراء اللعب مع جموح نفس وبراءة. وبعد ذلك عندنا العرض، والعرض يتضمن الأحداث. أما الأحداث فينبغي أن تلخص بشكل مكثف، وينبغي كذلك إظهار ترابطها وتسلسلها. فعندنا هنا الراوي إنما يتحدث عن الطفل مناور الذي كان يراه مرارا وتكرارا عصر كل يوم يلهو بطائرته، وكان الراوي يقف مستغربا أمام ذلك المنظر. ومرة أخرى يرى طفلا آخر يفترش الأرض ويصنع طائرته الورقية. ولما دارت الأيام التقى الراوي بصديقه القديم مناور، ودار بينهما حديث حول تلك الأيام. ولعلنا ندرك هنا أن الأحداث جاءت مترابطة متسلسلة عندما سرد الكاتب الأحداث، فبدأ بطفولته وذكرياته مع طائرة الورق إلى أن التقى مناور.
ونواصل هنا العرض بالحديث عن البيئة، والبيئة مكان وله دلالات، وزمان وله دلالات. لنتأمل معا الأماكن التي ذكرها الكاتب هنا. ذكر الحي القديم، ذكر إحدى بنايات مؤسسة حكومية، وذكر مكتب صديقه مناور، ولهذا دلالات. فهذا الأمر يشير إلى أن هذه الأحداث تصلح للحصول في أماكن أخرى. أما الزمان فهو ينقسم إلى جزئين، زمن الطفولة وزمن الكهولة، ولهذا أيضا دلالات. فالمغزى هنا يتمحور حول ذاكرة الطفولة، وكيف أن الماضي يعيش في حاضرنا ما دام الشخوص أصحاب الذاكرة أحياء. نواصل هنا أبناءنا. عندنا الشخصيات، ولا بد هنا بدءا من تحديد هذه الشخصيات وتصنيفها وبيان أبعادها وكيف رسمها الكاتب. الشخصيات عندنا هنا رئيسة وثانوية. أما الرئيسة فمناور والراوي، وأما الثانوية فلم يذكر الكاتب إلا شخصية واحدة، وهي شخصية الطفل الذي كان يحاول صنع طائرة. لكننا هنا نتساءل، كيف وصف الكاتب هذه الشخصيات؟ عندنا الراوي، فالراوي كان طفلاً بعائلة فقيرة، وكان معجباً بمرأة الطائرة الورقية، وذاكرته محتفظة بذلك الحدث الأليم عندما لم يستطع صنع طائرة. أما مناور فهو أكبر سناً من الراوي، استحوذ على تقدير الراوي، يتقن إطلاق الطائرات الورقية، هادئ ملازم لحيه. أما الشخصية الثانوية فلم تتفاعل في الأحداث كثيراً، وإن كانت قد ساعدت على إظهار حالة الصراع النفسي التي تسكن عقلية الأطفال. أبناءنا الكرام، عندنا هنا الحبكة، والحبكة بداية ووسط ونهاية. أما البداية فالكاتب هنا يقدم لنا سردا عن طفولته التي ظلت أحداثها تحيا معه وتتحرك في صعود، إلى أن قادنا ذلك إلى بوادر العقدة، عندما كان يقول: لم تكن طائرتي بأحسن حال. وهذا فتح الباب أمامنا لكي نجد العقدة التي برزت على لسان الراوي عندما قال: ضربتني ظلال الخيبة. وهنا كذلك من خلال أقواله وتراكيبه استطعنا أن نصل إلى الحل الذي جاء على لسانه عندما أعلن أنه لم ييأس وسيبقى باحثا عن التحليق. أبناءنا الكرام، ما نزال في التحليل هنا. لذا دخلنا إلى الصراع، والصراع كما لا يخفى عليكم داخلي وخارجي. وعندما نقول إن الصراع داخلي وخارجي، فإننا لابد أن ندرك هذا الدور. فالصراع هنا أسهم في دفع الأحداث، كما كشف الصراع الداخلي والخارجي عن العزيمة والإرادة لدى الراوي، وعن إصراره
على تحقيق حلمه. ولعلنا هنا ندرك كذلك أن الصراع قد نجح في تصوير الحالة النفسية للبطل عندما أظهر لديه مشاعر الحنين إلى الطفولة وذكرياتها، بالإضافة إلى مشاعر الحزن والمرارة. ثم نأتي أبناءنا إلى أساليب السرد، وعندنا للسرد أنواع وعندنا أدوار. أما الأنواع هنا فقد وظف الكاتب الاسترجاع والحوار الخارجي وكذلك الحوار الداخلي. عندما نذهب إلى أدوار هذه الأساليب نرى أن الاسترجاع هنا إنما أراد الكاتب من خلاله أن يسترجع أحداثا ماضية تلح عليه إلحاحا. عرفت من أطفال الحي أن قبطان، إلى آخر الكلام. وعندنا كذلك الحوار الخارجي الذي كشف عن مضمون أحلامه التي ما زالت متغلغلة في قلبه وذكرياته العتيقة. وعندنا كذلك الحوار الداخلي الذي لم يظهر إلا في شخصية الراوي الذي طالما حدث نفسه متسائلا متعجبا كيف يتمكن. فساهم الحوار الداخلي في إظهار حيرة الراوي وتعجبه. وبعد أبناءنا الكرام، هنا الراوي، ما نوعه وما دوره؟ الراوي هنا حاضر ناقل لنا الأحداث بضمير المتكلم. حاولت، التقيته، ومن ثم فقد كان الراوي مشاركا في الأحداث بشكل أساسي، يتفاعل معها ويؤثر ويتأثر بها. أما اللغة والأسلوب فعندنا طبيعة الأفعال وعندنا الأساليب اللغوية. أما الأفعال هنا فنلحظ أن الكاتب قد وظف الفعل الماضي بكثرة عندما قال حاولت، عرفت، صادف، وكأنه يشير إلى أن الأحداث قد جرت في زمن بعيد. وكذلك وظف الفعل المضارع للدلالة على الحاضر من خلال بعض الأفعال: تأخذني، أمر، أتسلق. وعندنا كذلك بعض الأساليب التي وظفها الكاتب، فقد وظف الأساليب الخبرية وكانت طاغية على الأساليب الإنشائية، وكأنه استخدم الأسلوب الخبرية بكثرة لكي يؤكد فكرته عن أحلامه وذكرياته الماضية، فاستخدم هنا أسلوب الحصر: لم يكن إلا أن، ولا يبدو إلا خيطها. ثم بعد ذلك عنده الأسلوب الإنشائي الذي وظفه من خلال الاستفهام: من هو قبطان هذه الطائرة العجيبة؟ للدلالة على حيرته وتعجبه. وكذلك استخدم التمني على لسان مناور عندما قال: يا ليت الأيام تعود. أبناءنا الكرام، لنذهب الآن إلى اللغة والأسلوب. فقد وظف الكاتب هنا صورا فنية ومحسنات وأبان لنا طبيعة لغته. أما الصور الفنية فقد وظف الاستعارة المكنية في قوله: ضربتني ظلال الخيبة. ووظف كذلك الاستعارة التصريحية عندما قال: كنزتها المشرشبة.
ووظف كذلك التشبيه البليغ عندما قال: صار الوقت معصرة. أما المحسنات فقد وظف هنا الطباق: تغفو وتصحو، تفلح وتخيب، دلالة على إظهار الفرق بين النجاح والفشل. ثم تأتي طبيعة اللغة، فالكاتب هنا وظف لغة قريبة من الواقع لا تعقيد فيها ولا غرابة، بل هي متأثرة بالبيئة المحلية، كأن يقول: شراشيب، الحارة، كنزتها البناية. وبعد، أبناءنا الكرام، الآن نريد أن نصدر حكما عاما، ونريد أن نبحث عن الأدوات الفنية والتعبيرية مبينين علاقة ذلك بالمضمون. فالكاتب هنا من خلال هذه القصة رأيناه وقد أحدث انسجاما كبيرا بين المضمون والشكل الفني، وهذا يحسب له، كما استطاع كذلك نقل ذكرياته من خلال الحوار بنوعيه الداخلي والخارجي، مصورا مشاعره وأحاسيسه باستخدام الخيال، كما أن الصراع هنا أسهم في دفع الأحداث إلى الأمام وصولا إلى الذروة. وهذا يعني عندي أن الكاتب قد نجح في توظيف الأدوات الفنية للتعبير عن فكرته. غير أني كنت أود لو أن الكاتب وسم نصه بعنوان أكثر عمقا مما هو عليه، لمزيد من الدفقات العاطفية التي تجعل القارئ أكثر تعلقا بالمضمون. أبناءنا الكرام، الآن جاء دوركم لتكتبوا مقالا نقديا لنص سردي، مستفيدين من المقال السابق في تحليل قصة طائرة من ورق. ولدي الحبيب، جاء دورك الآن، اقرأ قصة المجامل من خلال الرابط الموجود في مصدر التعلم في الصفحة 48 بعد 100، ثم اتبع الخطوات الآتية. قدم لمحة عن الإطار العام لقصة المجامل، تحدث عن عناصر القصة، دلل على مظاهر الموروث الثقافي في القصة، وبين أبرز السمات الأسلوبية للكاتب، ووضح أهم القيم التي تعززها القصة لديك، وقيم مدى تحقيق القصة لغرضها، ووظف علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة هنا. أبناءنا، حاولوا مراعاة عدد من عناصر التقييم الواردة في صفحة التقييم، وهذه نماذج لمقالات نقدية لتحليل قصة الماضي لن يعود وقلب الأرض، لكي تعمقوا علمكم بتحليل القصص. أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.